الفيديو التاني في الكورونري سيركيليشن هنتكلم على كورونري ارتري انسفيشنسي. كلمه انسفيشنت معناها ان الكورونري فلو قل. السؤال ده مره الدكتوره فاتن جابته نظري، الطلبه كلهم ركزوا على مايوكارديال انفاركشن وخلاص، خدوا نص الدرجه، لان انت نسيت تتكلم عن انجينا بيكتريس. انجينا هي الزقحه الصدريه. كوروناري ارتري لو اتقفل ببلاد كلوت، خاصة الرايت كوروناري، الرايت فنتريكل هيوصله كمية دم أقل، فالفلو اللي رايح للرئة هيقل. المفاجأة إن العيان عمره ما هيشتكي ببين في الشست، لا، يحس بالبين في التيب أوف ذا ليفت شولدر. وخدوها في الأناتومي درماتومال رول، الولع بيسمع يعني حاسس بالبين في مكان غير مجاله اصلا. فكتبت لكم على انجينا يختفي الالم مع الراحه ويظهر مع المجهود. ايه علاج الانجينا؟ من غير ما تكون حافظ كوروناري ارتري اتقفل، علاجه فازو دايليتوس، اوسع الكوروناري. اشهر دواء قرص تحت اللسان اسمه نايترايت، معروف جدا لانه بيقلل البري لود. يعني ايه؟ نايترايت هيوسع البلاد فيسلز فيقلل الفيرنج اوف ذا هارت. لما انا اوسع الفين يبقى انا هقلل الفينس ريتيرن اللي راجع للهارت، فالهارت ما يتمليش كتير فقلل المجهود اللي عليه. الحاجة التانية سلايت اكسرسايز. ليه؟ لما تيجي تجري مسافة صغيرة يتجمع عندك ادينوزين، وفي نقطة عايز أركز عليها. ادينوزين is the most important coronary dilator. دي بتيجي في الام سي كيو، خلي بالك، يضاف مع جمل الام سي كيو الأخرى بتاعت الماكسيمم ايجكشن والايزوفوليومتريك ريلاكسيشن، تاثيرهم على الكورونري فلو. دول احسن كورونري دايليتور. تكتب لك ادينوزين، لاكتيك اسيد، سي او 2. الطالب اللي مش مذاكر يرفع ايديه ويسالنا يا دكتور كل دول دايليتورز؟ اقول له لا، ركز في السؤال، في النهايه بيصعب عليا واضطر اقول الاجابه، هي ادينوزين عشان ما يقعدش يفكر كتير. المهم يبقى اول حاجه انجينا، مايكارديال انفاركشن هنشرح فيها اي سي جي. فنيجي للصفحه دي وافكركم بالكورونري انسفشنسي مايكارديال انفاركشن. قلنا تي ويف تتقلب انفيرتد و اس تي الفيتد وديب كيو. الصفحه دي تعتبر تكرار للاي سي جي، يعني قلناها لازم تقولها في الاجابه. طالب الشاطر بيجيب المعلومه من كذا مصدر. الطلبه بتخرج ليه بتنقص في الاجابه على السؤال؟ لان هو دماغه مبرمجه ادي الصفحه بتاعت كوروناري سيركيليشن. ما قالوش الاي سي جي تشينجز اوف مايكاردال انفاركشن. الكتاب ما قالهاش لانه قالها قبل كده في الاي سي جي. انت لما تيجي تجاوب بتجيب الموضوع متكامل، عشان كده لازم الصفحه دي تتشرح. في سؤال مره الدكتوره فاتن جابته لوحده، causes of death in coronary artery insufficiency. اسئله الكورونري سيركيوليشن يا جماعه بتتجزا. اول سؤال characters، تاني سؤال regulation of coronary flow، تالت سؤال كورونري انسفشنسي عشان تقول لي عنوانين انجينا ومايكاردال انفاركشن بتفاصيل، رابع سؤال كوزس اوف ديس، تموت ليه؟ كارديو جينيك شوك. طالما الهارت مش شغال يبقى البلاد فلو اللي رايح للبرين قل، يبقى في فاز وموتور فيلير، فاكرين؟ فالفين يحصل له دايلاتيشن. فاكرين فيديو الشوك لما رسمت الهارت في مربع وكل الاسهم راجعه عليه
من شغله هي دي. حاجة تانية، مع الإسكيميا بيظهر الإكتوبيك فوكس، قلناها قبل كده في فيديو الـ ECG، يظهر كأسوشيشن ويعمل فنتريكولر فايب ريليشن، يعمل الرعشة. رقم ثلاثة، كاردياك تامبونيد. انت مطالب في الامتحان بالتلات عناوين دول. انا وانا بشرح في الفيديو بحاول افهمك ازاي ده يؤدي الى الدس، لكن انت مش عايز منك غير ليست. قول لي بيموت من ايه؟ تقول له كارديوجينيك شوك، فينتريكولار فايبريليشن، وكاردياك تامبونيد هيتخنق الهارت ويقلل الفينس ريتم. في هنا اكتر من عنوان وعناوين منفصله. قرايه ميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت، قرايه بالام سي كيو بس. كفاءه الهارت تعتمد على الريشيو دي، هنعمل عليها زوم. نسبه الورك دان باي ذا هارت، هارت بيبذل مجهود قد ايه؟ بالنسبه للتوتال انرجي اكسبنديتشر، يعني ايه؟ الهارت بيستهلك طاقة قد ايه؟ تعالوا نقول بالعقل، كل ما الانرجي بتاعت الهارت المستهلكة تكون أعلى، رقم اللي تحت يزيد، الريشيو تقل. عشان كده السمباثيتك هيقلل الميكانيكال افشنسي اوف ذا هارت، عكس ما طلبة كتيرة فاكرين. دايما لما تسال طالب سيمباثيتك يعمل ايه في الميكانيكال افشنسي، يقول لك هيزودها، ما ده بوزيتيف اينوتروبيك. تقول له لا، بوزيتيف اينوتروبيك كانت حاجه وميكانيكال افشنسي ده ريشيو. يا جماعه ده ريشيو، ده بيجي ام سي كيو. في عنوان تاني اسمه كارديا اكسجين كونسامشن، الهارت بيستهلك اكسجين قد ايه؟ من 60 الى 80 مللي لكل 100 جرام من الهارت. الهارت ده وزنه 300 جرام، عامل زي قبضة الايد كده، زي الهاند فيس. 300 تلته ياخد من 60 الى 80. لو طالب عايز يستطعم فيسيولوجي قوي يقول يا دكتور انا فهمت، إذا كان ال 100 جرام ياخد 80 مللي، 300 ياخد كام؟ ثلاث أضعاف، 80 في 3 240 أو 250 مللي، والرقم ده هو اللي أنا قلته ديورينج ريست، وكان بيزيد أربع أضعاف مع الإكسرسايز، الرقم ده ام سي كيو. دايماً جمل ام سي كيو معروفة. طب الكارديان اوكسجين كونسامشن يعتمد على ايه؟ على الايوتروبيك ستيت، على الهارت ريت، على التنشن. كل الكلام ده قرايه تكون عارفها، هي فيها معلومات اكبر كتير من طلب السنه الاولى. عايز واحد ماجستير شويه عشان نقول له لابلاس لو او بمستوى اعلى سنيه. ده مهم جدا. في حاجه اسمها كاردياك ورك بوتنشال كاينتك، الجزء ده كله قرايه فقط للام سي كيو. اخر صفحه عندنا في الكورونري سيركيوليشن، تاثير الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم على الاي سي جي. الصفحه دي مكرره، اللي هي افكت اوف اينز اون اي سي جي. الهايبوكاليميا، الهايبركاليميا، الهايبوكالسيميا والهايبركالسيميا والهايبوناتريميا.